التحضير ديال الانقلاب بعد مده وانا خدام معاه هكا. واحد النهار حنا جالسين كنتغداو، كانوا دائما شخصيات كياكلوا عندهم وكثر الشلوح، تغدينا قالوا له والله انك شفنا فيك غادي نمشيو بحالنا. قال لي انت جلس ما تمشيش، هادي ما نقول لك يا جلس. قال لي شوف انا هادي مودة وحنا حاضرين الدريمين. قال لي كطار الدريمين؟ قلت له كنهار. قال لي مدة تكرفص علينا بزاف وقتل شحال من واحد من صحابنا في القضية في هذوك اللي دو تونتاتيف اللي دار الصخيرات والطيارة. وقال لك ما حنا دابا كيوجد واحد الانقلاب اخر، ما واحد جنرال منا ديال المرشد. قال لي وهذاك الجنرال ما بغاش يدخل في القضيه معاهم، حتى هو زموري ولكن نسيت سميتو، حتى هو في زموري في سميتو اخيرا. حصل قلت له هذاك كيعرف جنرال والملك يدير مره في الشهر اجتماع ديال جميع الجنرالات في ليتا ماجور كيهضر معاهم، ويقولها الملك ديريكت. علاش انا جاي من برا ونقول له راه غادي يديروا عليك انقلاب وكذا وكذا. قال لي لا، لان الدليمي من صباح الليل هو مع الملك، من صباح الليل حتى كيدخل البيت ديالو باش ينعس عاد كيمشي بحالو لدارو. قلت له دابا انا هادشي شتو قاصح شويه ولكن غادي نخمم في القضيه. قال احنا خصنا غير نعلمو الملك صافي، ما بغينا نديرو معاهم صداع ما والو، شي واحد يدي لنا شي رساله للملك ونقول له اش وقع، ولا بغى ديزانفورماسيون راه الجنرال غادي يعيطو نقول له شكون هو، يعيطو ويبدا يضرب معاه.